يا ستي، تعرفي ايه عن مهرجان الجونه؟ يعني ان بيكون في مشاهير وبيكون في يعني ناس. تعرفي حاجه يعني؟ عارفه مهرجان الجونه؟ ايوه عارفه. ندخل في المفيد، ايه اكتر حاجه بتحببك في المهرجان ده؟ يعني في ستايلات جديده بنشوفها حلوه، في ديزاينز لللبس، اوتفيت حلو بيبقى طالع، وفي مشاهير كتير بتبقى شكلها حلو قوي فيها، تعجبني صراحه. نفس اللي علقتها، مش عايزه اوجه كلمه بصراحه. عايزه اقول انها اصلا شدتها من دراعها ودخلتها بالغصب عشان هي واقفه. المهرجان بتعمل كل سنه، بيبقى فين بقى؟ في الجونه. اه بيتعمل، بيحضروا كل الفنانين وكل اللي هو كان لسه متعمل، اللي هو بتاع رئيس التيك توك، اللي هو يعني ممكن نقول ان هو شبه كده بس بتاع الممثلين بقى والمغنيين. ايوه ريد كاربت. اه زي كده يعني. اه طنط رانيا يوسف. اه ياسمين صبري، الناس دي مش مجمعة. انا بحال انت شفتي المهرجان ده قبل كده على التليفون او ايه؟ لا. ما عداش قدامي قبل كده؟ لا ما عداش قبل كده والله. روح نامي. روحي. اه والله. يعني انت ما تعرفيش حاجة عن ريكارد؟ اصلا واحدة زي يعني مثلا حافظة قرآن، فمش هتروح يعني هتفرج على التيك توك وكده، فانا متفرجة عليها يعني كسنة. اه عمالة تجري كده، انا مش عارفة ليه. انا فاهمه انا انت قصدك ايه، بس ما احنا بنقلب بتظهر قبل كده. شفت قبل كده فيديو اللي هم عاملين ليهم فيديو؟ بس شفتي فيديو؟ اه شفت ليهم فيديو. اكتر حاجه ضايقتك في الفيديو بقى؟ اكتر حاجه شدتك للفيديو؟ اكتر حاجه شدتني الفيديو، لان ده اصلا بيدوروا على مثلا كشكل، كشكل يعني مثلا كهما بيختاروا يعني مثلا اسماء جلال، يعني هما بيختاروها بيقولوا ان هي احسن واحده بتعمل توك توك يعني كده، ف تيك توك يعني. اه بتعمل توك توك يعني، فهي لا، فهم بيختاروها كشكل وكجسم يعني كده. كل معلوماتها عن الموضوع غلط. اه حسب. ما عندهاش معلومه واحده توحد ربنا عن الموضوع. فانا مش متابعه. ربنا يحميك. متابعه ربنا يحميك يا بنتي. تعرف مهرجان الجونه؟ اه اسمع عنه بس ما اعرفوش، ما شفتوش قبل كده. شفت قبل كده بس ما شفتوش الحقيقه يعني. طب ايه اكتر حاجه بتحبها في المهرجان او شدتك ليه؟ مثلا الفنانين اللي انا بحبهم، مثلا زي بلاقي ناس هناك زي احمد مكي، ممثلين بحبهم يعني. ايه اكتر حاجه بتعجبك في المهرجان ده؟ اكتر حاجه بتعجبني في المهرجان، والله بص انا ما بتفرجش عليه عموما، بس مثلا ما انا بقلب التلفزيون بلاقيه فبتفرج عليه. بس والله اللبس هناك شكله حلو. لبس انت عايزه توقعيني في حته؟ انا والله انا بسالك سؤال. لا لا حلو حلو حلو، بس الرجاله. لا احنا بنتكلم عن لبس الرجاله، انت بتتكلم على فنانينك المميزين. أيوة. احمد مكي و اه كويس. اه والله لبس كويس والله. لا بتقول ايه لفنانك؟ ما اقولش حاجه. مش عارف فنانك المفضل؟ اه مثلا احمد مكي، والله نفسي اتصور معاه وقابله واعمل معاه اتصور معاه يعني. بس نفسك تشتغل معاه؟ لا مش هشتغل، مش بعرف امثل. لا لا ممكن اغني بس اما مش بس. صوتك حلو يعني؟ لا 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 والله ما بهزرش، لو صوتك حلو سمعنا حاجه. لا صوتي مش حلو. الجونه هو مؤتمر بيتعامل الفنانين والمشهورين. ايه رايك فيه بقى؟ هو زي ما هو حلو وزي ما هو وحش. حلو هو بيجمع الناس، بيجمع المشاهير وكده، فاهم بصوته بتاع. وحش في اللبس اللي هم اللي بيلبسوه يعني الفنانين، يعني الستات يعني على اساس الرجاله ما بيلبسوش بدل غريبه؟ لا ما هو البدل يعني البدل مش زي كده يعني. حرام مثلا رانيا يوسف دي عليها فستان يعني، استغفر الله العظيم. نفس استغفر الله العظيم. اه وحصل انقلاب على السوشيال ميديا بسبب الفستان ده، وانتهى عامه عم اتذكر. في فنانين تانيين بيلبسوا برضه فستان بس انا اعرفه. انا مش بنتكلم عليا بس، احنا بنتكلم عامه عن الستات. احنا تبع دين ودينا مش بيسمع لنا كده، فهم ماشيين بمزاجهم فده حرام. بتستلمي من فنانين؟ اسمنا عبد العزيز. اسمنا عبد العزيز دي محترمه. هي محترمه بس انا بتكلم على لبس الضيق. هم يعتبر نص الفنانين برضه غدا عبد الرازق. وغدا عبد الرازق ضيق ده كده بالنسبه لها، هي اكتر واحده محترمه في الفنانين. غدا عبد الرازق برضه. غدا عبد الرازق. غدا عبد الرازق اللي مضايقك لبسها كله. يعني لبس مش يسمح لنا، يعني في مناظر مش يسمح ان احنا نشوفها. يعني انت رايك هي لابسه بس مش لابسه ده هو بالظبط. أيوة. كده حصل. مين تاني بقى من الفنانين؟ ومحمد رمضان. برضه الصوره ماله بقى؟ الصوره مش وحش
وحشه، مشاهده وحشه، وفي نفس الوقت برضه حياته الخاصه اللي هو كل يوم نازل على الصفحه بتاعته اللي هو بيمشي بالشورت بس من غير تيشيرت وينزل حياتك الخاصه مضايقه جمهورك يا استاذ محمد رمضان. دي احنا بنقول لك اهو، يعني ما اعرفك ان حياتك الخاصه تطلعها على السوشيال دي مضايقه بينك وبين نفسك وبين عيلتك، مش لازم يعني هو ينشر ويوري الكل. يعني يلبس شورت ويتصور يعني صوره وينزلها؟ ايه دي حاجه مضايقه. واحد ما بينزلش الجيم متضايق؟ لا مش صوره، انا بتكلم من غير اصلا جيم، بمشي من غير تيشيرت مش عايز فوق، والنص ما يعني النص اللي هو منزله انستجرام. السؤال هنا بقى ما بيسقعش؟ انا برضه بقول كده في الصيف وفي الشتاء برضه. في الشتاء برضه عادي بتبقى يعني، هو المهم ان هو ينزل وفلوس وما ماشي ماديات، المهم ان انا قلع، بس المهم ان انا ماشي ماديات. تعرف مهرجان الجون؟ مين؟ تعرف مهرجان الجون؟ اه بس ما سمعتش عنه، بس انا اعرفه. عارفه؟ اه عارف. ايه رايك في المهرجان الجون؟ حلو يعني. اه يعني مش اللي هو بارتك، مش اللي هو اللي معد وكده يعني. ايوه ايه اللي مضايقك في المهرجان؟ مش مضايقني في حاجه، بس هو مش اللي هو اللي معد خالص كده يعني، فاهمه انت؟ يعني مش اللي هو صوته واصل قوي يعني. صوت مين اللي واصل؟ مهرجان الجون. هو مش اغنيه؟ امال هي ايه؟ اصل انا بتبتدي مهرجان فمش تلخبطين. مهرجان الجونه ده نظام حفله للفنانين كده. قولي كده بقى، ما انت بيكرموا فيها. مش اغنيه بقى، عشان احنا اصل انا مهرجان الجونه. هو اسمه مهرجان الجونه. انت كنت واخد بالك ان هو مهرجان الجونه بتاع الفنانين ولا الاغنيه؟ لا مش اغنيه، الفنانين. انت عارفه يعني؟ لا مش عارفه قوي يعني. سمعت عنه؟ اتفرجت عنه مره؟ اتفرجت عنه مره. لا لا. ايه رايك في المهرجان؟ حلو. رايك في حلوه؟ عادته حلوه. عادته حلوه. جربت القعده هناك؟ لا، اختي راحت هناك. منى راحت تعمل هناك؟ راحت هناك. هناك هي بتعمل مش عارف تعمل ورق وحاجات، راحت هي واصحابها مره واحده بس. يا عم هي اللي قالت مش عارف. طب هو نظام ايه بقى؟ نظام عامل نظام حفله كده الفنانين بيتكرموا فيها ولبس وشيكه والله. طب عادي ممكن نتشاك ونروح. عايز تشارك وتروح؟ اه عادي والله. عملت عمل فني قبل كده؟ عملت عمل فني انا اخر ده، بلعب كوره بس، ولا عمل فني ولا عمل ذهني ولا حاجه. انت هتشارك بصفتك مين؟ عادي زي اذا كان يوسف وكده شارك وكده. خد يوسف معاكم المهرجان الجاي والنبي. وباخدوني معاكم والنبي يا اولاد. عيال غلبان. خدوني معاكم. البسي بقى في المهرجان. هلبس بدله. هم بيلبسوا في حاجات غريبه. والله إيه؟ اللي هو حفله تنكريه وكده؟ مش حفله تنكريه قوي، بس اللبس غريب. حفله عاديه بس اللبس غريب. نلبس ايه يعني؟ نلبس عادي عارف زي كأي حد ما بيلبس زي ما هم هناك بيلبسوا عادي. ايوه زي انهي عادي على جوجل عادي ولا على اليوتيوب ولا اي حاجه. بشوف المره الجايه بقول لنا ايه رايك في مهرجان الجونه. ماشي المره الجايه رايكم اهو. ايه رايك بقى بلبس الفنانين؟ ايه؟ ايه رايك بلبس الفنانين؟ حلو. بس في ناس مش بتلبس حلو. مين الناس اللي ما بتلبسش؟ مين؟ زي يعني محمد رمضان ساعات بيلبس حلو، ساعات ساعات غير لبسه، ساعات والفنانه اسمها ايه يا رب؟ نسيتها. لا في كام كده ناس كده بتلبس حلو ساعات وساعات تخربط في اللبس. انت قصدك على فنانه ست بتدور على اسمها يعني؟ لا نسيت اسمها. رانيا يوسف؟ لا اسم غريب. رضا عبد الرازق؟ يا لا رانيا يوسف. لا صاروخ كانت عامله معاها حلقه. والله كانت عامله حلقه قبل كده. خلاص ما انا قلتها مش لازم اقولها تاني بقى. لا لا انا عايز اسمع. لا بتقول غدا عبد الرازق دي ايه؟ مش غدا عبد الرازق اسمها ايه؟ رانيا يوسف دي ايه؟ اه نفسها حلو وشيك وكده. اه لا انا عايز الكلمه اللي كانت قبليها. صاروخ. مش عارف. الشعب المصري ده مالوش مثيل. ايه رايك في لبسها؟ كشكل لا، كشكلها هي لا، كان لبسها حلو. لا ما اعرفش حاجه عنه. ايه ما اعرفش حاجه عنه ده؟ انت كنت عمال تملي العيال دلوقتي. والله العظيم ما اعرف حاجه عنه. ماشي يا عم. ايه رايك في لبس الفنانين؟ حلو. مين اكتر فنان بيعجبك لبسه؟ فنان ولا فنانه؟ الاثنين يعني. فنانه ممكن تكون اسماء جلال و كرة. اه واللي احسن برضو منها بس انا مش عارف اسمها عشان اسمها بالانجليزي كده بتاني مسيحيه، اللي هي كانت بتمثل مع عرب السويرجي في عرب في رمضان. لا مش عارف اسمها ايه. لا مش لا كانت في حسنه هنا دي. اه بس يا عسوله. عسوله ايه رايك؟ والله مزه 100 100. يعني هي بتدور على العريس دلوقتي ولا ايه؟ مين؟ هي؟ الله اعلم بتدور ولا لا. مين بقى متضايقك من لبسه؟
من لبسه مش عارف، بس مش بتابع على الحاجات دي يعني، مش بتابع الممثلين والحاجات دي. مين من الفنانين بيضايقك لبس؟ ممكن تكون اسماء جلال. بيضايقك لبس اسماء جلال؟ لبسها ملزقة ومحبة حاجات مش كده يعني. اسماء جلال بدايها لبس عايز واحدة من طحمة، عايزة تلبس لك ايه؟ ايه واس البسي اذان وانت داخلة على ريد كارب، والله العظيم فكرة حلوة صح؟ وهي على ريد كارب تلبس اذان، والله العظيم هتاخد الترند صح. جربي 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 والله ما هتندمي، والله يبقى شكله تحفة، لو ازداد ساعتين كده حاجة تحفة. ايوه صح. يبقى لونه ايه بقى؟ كشميري كشميري هيغمقك بس معلش عادي شكله حلو.